لو راينا الاتحاد الاوروبي لوجدنا ان هناك اتفاقيه بين ليبيا وبين الاتحاد الاوروبي. هذه الاتفاقيه معنيه بمساعده الاداره الحدوديه اللي هي اليو بام، وهي تتعامل على الحدود، حرس الحدود والتعامل بهذا الاشياء بشكل تقني وفني ولها تواجد. لكن المشكله هي ليست في عمليه، الهدف الاساسي من هذه العمليه هو الاساس. حتى عملية الآن كيف يحمى وصعب أن تحميها، لا هذه ما هيش كلام، لأن قبل كانت محمية وقبل كانت موجودة، وكان في حتى نوع نسبي موجود من الأمل. عندما كانت الاتفاقية بين ليبيا والسودان كانت هناك موجود نسبة من تحقيق الأمل، لكن حكومة التنين عن طريق حفتر تم إلغاء هذه الاتفاقية. عندما تبني اتفاقيات بينك وبين الدول التي هي حدودية معك، ستعمل على تطوير الوضع الأمني وتحسينه، حتى ولو كانت هذه المسافات بعيدة يعني كبيرة جدا، تتجاوز ما يقارب من 3000 كيلومتر، لكنها ستكون محصورة في بعض السراديب أو بعض الممرات التي تستغلها بعض الجماعات المسلحة. لكن الآن الأرض كلها مباحة الآن.